لأن الموسيقى لغة عالمية جامعة تحاكي الأفراد مهما كان اختلافهم. اختار المركز اللبناني للتعليم المختص كلاس وفي اليوم العالمي للصعوبات التعلمية عنوان احتفاله السنوي Let's Music الذي أقيم من أجل دعم المواهب، وذلك من خلال مسابقة ضمت طاقات شبابية كالغناء العربي والعزف على البيانو والكمان وغيرها، لتقدم الجوائز فيما بعد إلى الفائزين. رئيسة مركز كلاس كارمن شاهين دباني أكدت عبر صوت لبنان أن هذا الحدث هو مساحة للشباب للتعبير عن مهاراتهم. هيدا اليوم الإيفنت تبع Let's Music يعني بيعطي فرص للشباب أنه يفرجونا المهارات تبعولهم بالفن ونضوي بنفس الوقت على الصعوبات التعلمية. والخمسة الربحانين مع فيرجن راديو يمكن يألفوا غنية، وهالغنية رح تكون على الراديويات تبع فيرجن، يعني رح تكون عندهم فرصة أنهم يبينوا ويمكن يقدروا يلاقوا شيء أكبر من هيك. المسابقة تأتي ضمن مسار تربوي واجتماعي طويل عبر مبادرة Art by Class التي أطلقها المخرج والممثل كارلوس شاهين، والذي لفت إلى أن هدف المسابقة الأساسي التوعية على الصعوبات التعلمية. كل سنة بعشرة عشرة، يعني بالفرنسي ديس ديس، تاني ديس بيكون مكتوب دي إغريك إس مثل الديسلكسي والديسبراكسي والديسفازي. ماشي الحال؟ أوكي. الهدف من هالإيفنت هو التوعية، بس توعية بعدة طرق. السنة الماضية عملنا مساعدة للمخرجين السينمائيين اللبنانيين تنشجع الليبانيز تالنتس. السنة ذات الشيء بس للميوزك. وكان لصوت لبنان الفرصة لمقابلة الفائزة عن فئة الغناء العربي ضمن المسابقة أدريانا دياب، التي أكدت أن هذا الحدث هو قضية إنسانية سامية. واليوم عنا قضية كلنا سوا نغني ونبعث نقول المساج للعالم إنه nothing's impossible، وأهم شيء نضل عم نتابع our dreams، خاصة هون عم نغني بالميوزيك هول which is very big and important place in Lebanon. في اليوم العالمي للصعوبات التعلمية لابد لنا من وضع الموسيقى عنوانا لكل الصعوبات، أكانت تعليمية أو غير تعليمية، فهي صلة الوصل بين الإلهام والإبداع والفرح. رانيا عبيد، صوت لبنان.